5 وبعدين الاجتماع في الليل الساعه 7. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ارحب فيكم في حلقه جديده من الرادار، وبشركم طلعنا بعد ساعه كامله من التاخير، الحين بيحطون العداد. سبحان الله يا اخي، الالتزام اللي الله يحرمنا منه، يعني تاخرني ساعه ولا غير تحط لي ساعه خراشه يمين عشان على بالك تبط وقت. طيب ارحب فيكم مشاهدينا، حلقه ان شاء الله ناريه بحول الله تعالى، وعقوبات كنا نعرف عنها اصلا، ليش جاء بسلطان، ليش استعنا ما ندري، لماذا جاء بسلطان ما ندري، ليش دخل وعاقبهم ما ندري، ليش عاقب شنار وناصر ورحلهم الى البرايم وش سووا ما ندري، كثير من ما ندري في هذه القريه. لنتعرف واياكم عن تفاصيل هالما ندري هذه من خلال نقادنا ونقدنا الاول المميز ما ندري. حياك الله. صباح الخير عليك وعلى الساده المشاهدين، ويوم سيء علينا وعلى المشاهدين صدقني، لانه مستائين، واكيد الان شوف هذاك اللي لابس ثوب عزاوي في الشاشه زعلان، واضح على الشاشه انهم زعلانين ومقدرين، نعتذر عما يحدث اليوم من هبد في بعض القرارات، ونقول ان شاء الله القادم اجمل. على طاري اللي مستائين، لا والله في ناس غاليين يتابعونا كثير اليوم. والله فهد بلغني بتواصل احد الاحبه معه، والله العظيم ان هذا الاتصال اثر فينا بشكل كبير. احنا نحب متابعتكم ونسعد بمتابعتكم، ومبسوطين جدا بردود فعلكم، ونبلغكم تحياتنا وسلامنا، والله العظيم اننا نحبكم جدا جدا جدا. تفضل. اسلم على عليك وعلى علي وعلى فيصل الحازم بيض الله وجهه، وعلى المشاهدين وعلى اصدقائي المحل في زيد المري والعيافي، كان بيني وبينهم اتصال اليوم، ناس من اصدقائي في الاحساء، اصدقاء كلنا، أصدقائنا، أصدقاء البرنامج. إيه، وبلغوني، والشباب اللي معهم جميعا في الاستراحة بلغوني أوصل لكم سلامهم جميعا، السلام الحاضر. السلام إن شاء الله يا رب. صلى الله تعالى أن الله يوفقكم، نسلم عليكم من هذا المنبر. وكانوا يتساءلون لماذا فقرة الجميري ساعة وخمسة واربعون دقيقة، وفقرة الرادار اللي أهم من أبو سلطان ودخولية أبو سلطان. كيف أصدق نقلك إنه حقيقي؟ والله والله خليهم يدقوا علي يا شباب، دقوا علي بعد فقرة. انا ذيك كنت دقوا علي بعد عشان تصدق. لا بس كيف يصدق المشاهد؟ ممكن زملائك. انا هل من يوم اشتغلت معي شفت عمره يعني همني المشاهد؟ صدقني ما صدقني، والله انك صادق. انا لي اول مره، انا اعتذر ولا شاهي مشتل، انا اعتذر فهد، لان فعلا انا المفروض ما نحسب حساب من يصدقنا ومن لا يصدقنا، لان الحقيقه هنا، الحقيقه في على هذه الطاوله. لكن هناك تساؤل اول، علي الغامدي، لماذا رميت كوب الراعي بياله شاهي وحطيته في كوب كاريزما؟ هل هذا انك ما انت مقتنع ببياله شاهي؟ ماني مقتنع بفلاح. ما انت مقتنع بفلاح؟ لا ما اشرب نعناع. والله ما اشرب نعناع. انا لازم حبق نعناع. اجل علي لطالبه. لا انا قلت له انا اللي حبق نعناع لحالي والشباب دون. لانه ما حط لي نعناع، هو جاب البستان وحطه في الكوب. ما حط لي نعناع. اذا انت تشرب مويه حاره عادي اشرب من الغلايه. ليش انا اشرب شاهي؟ ما هو اشرب مويه حاره. الشاهي شاهي الحار. ايش الفرق؟ ايش الفرق؟ ايش الفرق؟ لان النكهات العطريه دي تسبب لي صداع. ايش الفرق؟ الشاهي مويه حمراء. ما شاء الله حمراء. حتى الانف عندك عالي اكسجين يوصل مخك. اوكي، يعني ايش الفرق بين الشاهي احمر ومويه حاره؟ اشرب مويه حاره من الغلايه صبه في شاهي. شاهي هو شاهي، ما قالوا نعناع. شاهي نعناع منكهاته تكمل منكهاته واحد عطريه تصدعني. نرجع لمحور حديثنا، نعم الاولى كاريزما من الراعي، الراعي ما هو منتبه المحله، ليش احطه؟ اي خصوصا في ناس تكتب على المحل ولا عاقبهم، ولا عاقبهم بسلطان، بل كافأهم. كافأهم. هل هناك مكافاه للشيخ مطلع الجدران؟ شوف بعلمك شغله، ابو سلطان في الان الاخيره انا ارى كذا التحليل ان الرجل لا يتابع البرنامج. فريق دعمه اللي حط الواتساب حق ذاك هو ابو سلطان لا يتابع البرنامج، يتابع التاق. ليه لو تابع التاق كان لقى احداث تستحق العقوبات؟ ليش؟ يعني في بعض الاحيان في قرارات ما اتوقع ان لها 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 لا طعم ولا لون ولا رائحه، وتاخيرها ايضا كذلك حتى في عقوبته لا ياتي لا بطعم ولا لون ولا رائحه. تأخير الدخولية من الأسبوع الماضي وتأجيلها هذه مسألة أخرى. وقت دخولية كل يوم وقت خاطئ. وقت دخولية أبو سلطان وقت خاطئ. بعد شعر القمة؟ بعد شعر القمة مباشرة. بعد شعر، وهذا غلط.